بسم الله الرحمن الرحيم. تشرفت مساء هذا اليوم الأربعاء العاشر من المحرم الحرام بحضور زفاف الشاب الأستاذ المعلم عبد الله حميد عليثة المحمدي الحربي من كريمة الأستاذ مايد ناصر ديولي بحضور ودعوة والده استاذنا المهندس حمود عليثة المحمدي وحضور رجل الأعمال المبهج النشط الأستاذ مجد حمود عليثة. حقيقة كان هذا الحفل ملتقى اجتماعي جميل من المدينة المنورة وأهلها، رموز المدينة، رجال الأعمال، وجهاء المجتمع المدني شرفوا هذا الحفل الجميل في كل شيء، الجميل بأهل العروس والعريس، الجميل بأقاربهم. لا نملك إلا أن ندعو للعريس نقول بارك الله لك أستاذ عبد الله وبارك عليك وجمع لك في خير، وإن شاء الله نلتقي في مساءات المدينة السعيدة الجميلة.